الأخوة الأخوات القديسين في المسيح، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السلسلة اللي احنا ماشيين فيها عن التاريخ. احنا خلصنا حاجة كده في العهد القديم، كانت مقدمات يعني، وابتدينا نخش طب دلوقتي ايه في التاريخ. النهاردة هناخد تاريخ الحل والربط. ايه الغرض من الحلقة؟ هما يقولوا ايه، لانهم يعني في خيبتهم مش لاقين ان في رسامة كهنة ولا المسيح قال كهنة ولا في مذبح ولا في اي واحد بس اترسم ككاهن في العهد الجديد. فبيقول لك بقى الكهنوت معرفش في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه كده. فاكرين كهنوت الكلمات المتقاطعة ده؟ فمن ضمن الحاجات بيقول لك ان الكهنوت في سلطان الحل والربط. يعني ايه؟ ما هم مش لاقين حاجة زي ما شفنا في حلقات كتير. فبقول لك الكهنوت يعني البذرة بتاعته والشاطر يفهم كان في سلطان الحل والربط. يا سلام. طب ازاي بقى؟ هل كان يعني الحل والربط ده، وبالتالي بيدي لك ان الحل والربط ده حاجة جديدة، بيدي لك ان الحل والربط ده حاجة جديدة. ما هو يعني ازاي بقى، يعني يبقى ايه الكهنوت في الحل والربط الا لو كان حاجة جديدة؟ لو حق ما فهنشوف دلوقتي هل هو فعلا حاجة جديدة ولا حاجة قديمة الحل والربط. ها، مقدمة. المقدمة الحقيقة هترتبط بكل تأكيد بموضوع الحلقة، ماشي كده، وهنوه فيها في السكة. يعني كلنا نعلم ان خطية الشيطان كانت ايه، انه قال ايه، اصيره مثل العلي، عايز يبقى زي ربنا. اتنين، نفس الاغراء قالوا الحواء، قال لها لما تاكلوا من الشجرة هيحصل ايه، تصيران كالله. الله، يعني الحكاية بقى حكاية البني ادم بيشتهي ان يبقى اله، دي واضح انها حاجة موجودة. الخلائق عايزة تبقى رب، الملاك حب يبقى زي ربنا، وغوى الانسان قال له ده انت هتبقى زي ربنا. بل نمرة ثلاثة، الشيطان تجرأ وطلب من المسيح في احد التجارب على الجبل وقال له ايه، تخر وتسجد لي وانا ادي لك ايه السلطان على العالم ده كله. شو يعني؟ عنده شهوة انه مش يبقى ربنا وبس، ده ربنا كمان يسجد له. حد كده ابتدى يفهم شوية؟ لا، هتيجي في السكة يعني. ما هو عاملين يتخانق ويقول لك اسجد لي، ده شغل الشياطين. نمرة اربعة بقى، بنفس الطريقة اقنع الشيطان سراق كهنوت العهد الجديد الذي هو لكل المؤمنين برئاسة رئيس الكهنة العظيم الوحيد الرب يسوع المسيح له كل المجد، أن الحل والربط هو بقى إيه؟ سلطان لهم وحدهم، جعلهم ليس فقط كالله ولكن فوق ربنا نفسه، كما سنرى من قصصهم التي حبكوها لإرهاب الشعب من جانب والسيطرة عليه من جانب آخر. وعوضا أن يكون الحل والربط أداة لخدمة الكنيسة الناشئة في بيئة ممتلئة بخرافات وتقاليد التي هي تعليم الناس، صار سلطانا لاستعباد الناس ووسيلة بنمرة 2 للتكسب كما سنرى. فهل فعلا بقى سلطان الحل والربط ده حاجة جديدة وجواها الكهنوت والشاطر يفهمها، يعني يفك اللغز يعني؟ تعال نشوف بقى، نبتدي النقطة ثانيا، نبدأ الموضوع. هنمسك آية من الآيات اللي بيمسكوها، أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. هم ظنوا أن هذا سلطان جديدا، حاجة كده على مسامع الشعب يعني، أو على مسامع الرسل أو اللي سمعوه يعني، حاجة جديدة. لا طبعا، ده مش حاجة جديدة أبدا، حاجة قديمة جدا 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 قبل المسيح بمئات السنين زي ما هنشوف دلوقتي. أولا، كلمة تحله في اللغة اليونانية هي اسمها إكسيستي أو إكزيستي، وكونة من مقطعين باختصار معناها قانوني، وهي كلمة قانونية تستخدم في يعني لغة قانونية. ثالثا، الحل والربط بقى كان في الحياة اليومية لليهودي العادي. نقرا حبه حاجات احنا بنقراها وما بنخش بالنا منها قوي، ماشي كده. انا هقول ثلاث امثله وفي واحد رابع هنحطه في السكه، لكن دي هقول لك الكلمات اللي يعني اول ما تشوف الكلمه هتعرف بعد كده ما تقراها تفهم هم بيقولوا ايه. واذا انسان يده يابسه فقالوا فسالوه سالوا المسيح قائلين هل يحل الابراء في الثبوت؟ ها، خدت بالك حل واربط، هي دي بقى.
كلمة اليوناني اللي هنا هي يحل، يعني هل قانونا ينفع يحل الإبراء في الثبوت؟ اثنين، فأخذ رؤساء الكهنة الفضة، اللي هو لما يهوذا رجع ندمان ورمى لهم الفلوس وقال لهم أخطأت استلمت دما بريئا، فراح قالوا ايه؟ فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل، ما شاء الله عليهم، لا يحل، حل وربط، لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. بقت في فتوى هنا، ناخدها ولا ما ناخدهاش؟ نحطها. قال لك لا، ما ينفعش نحطها في الخزنة. ليه؟ لا يحل. هجيب لكم واحدة واضحة قوي كده. المريض اللي هو كان بقاله 38 سنة، يوحنا 5، قال اليهود الذي شفي أنه سبت لا يحل أن تحمل إيه؟ سريرك. قدرتوا بقى تاخدوا بالك من حكاية يحل ومش يحل دي؟ فلما تقرأ تعدي كلمة كده وأقول لك يحل، هي هنا بقى الفتوى يعني. ماشي كده؟ لماذا يفعل تلاميذك ما لا يحل فعله في الثبوت؟ أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر؟ هي نفس الكلمة أيجوز ديت، برضه المفروض يحل يعني. أنا عايز بس أوصل لنقطة إن موضوع الحل والربط ده كان موجود في حياة اليهودي العملية اليومية. ماشي كده؟ طيب نخش على نقطة رابعا بقى، ما هي أهم مدارس الفتوى في زمن السيد المسيح؟ أولا الفتاوى دي ابتدت تظهر كمدارس من بعد سبي بابل، واللي قام بيها ناس مش كهنة على فكرة، ولكن كانوا الناس بيسموهم حكماء، يعني ناس شاطرين قوي، زي ما تقول خادم كده شاطر في الكتاب. هقول لكم لان حصل معايا انا مثل يعني موقف بالظبط. جاني واحد قال لي ان هو سمع من احد الكهنه بيقول العشور لازم تجيبها بالكامل للكنيسه، والكنيسه تصرف على يعني اللي هي شايفاه. فهو كان بيسالني هل انا ممكن اقدم من عشوري لاهلي اللي هم في يعني مسيس الحاجه، وانا كنت اعرفه شخصيا يعني. فقال له لا طبعا، ممكن جدا جدا تدي من جزء من عشورك لاهلك، يعني حاجة منطقية. وعلى فكرة أوصى بيها بولس لما كان بيقول يعني في أرامل هتصرف عليهم الكنيسة، قال له لو كان في أرملة عندها أولاد أو حفدة ويصرفوا عليها، يصرفوا عليها، والكنيسة تاخد بالها فقط من الأرامل أو يعني المحتاجين اللي فعلا ما لهمش حد إيه ينفق عليهم. وبعدين برضو أكد إن لو كان أخ أو أخت عنده حد في احتياج يصرف عليه، مش يبصيل الكنيسة. ماشي كده؟ هذه حاجة زي كده يعني. ماشي كده؟ نقول بقى اهم مدارس فتوى كان في زمن المسيح، مدرستين مشهورين قوي على فكره ولغايه النهارده، وان كان في مدارس كتيره طلعت بعد كده كمان، من قبل كده وبعد كده، بس في زمن المسيح كان في مدرستين مشهورين ومشهورين لغايه دلوقتي، مدرسه اسمها هليل ومدرسه اسمها مدرسه شماي. هندخل فكره عنهم بقى. اول ملاحظه كده، اصحاب الفتاوي ما كانوش كهنه، خد بالك من الحته دي عشان هم مفكرين الكاهن بس اللي يفتي. حاجه صعبه بقى، في امثله كتير بس خايف على الوقت. ما كانوش كهنه، ولكن كانوا الحقيقه ناس ممكن تقول خدام حلوين قوي، فاهمين قوي الكلمه، فكانوا بيفتوا فتاوي، والحقيقه اخذ بها وبيسموهم حكماء الناس دول، وبتتكتب في كتب وتبقى دي مرجعيات يعني. نمره 2 في الحته دي، انت بقى مش ملزم على فكره انك انت تمشي تبع انهي مدرسه، ولا حتى تمشي ورا اي مدرسه، هو بيقول لك رايي انت تاخد بيه او ما تاخدش بيه على مزاجك، زي صاحبي اللي سالني السؤال ده يعني. مش زي ما واحد طلع وقال لك ان اب اعترافك ايه؟ كلمته زي السيف على رقبتك، شايف؟ عايز يسجدك لايه؟ لاب اعترافك، عشان هو اللي بيفتي لك، مش كده؟ فدي فهنتكلم بقى على ايه؟ مدرسه هليل الأولانية. من هو هليل ده أو هليل؟ ولد سنة 110 قبل الميلاد، ومات في بابل، ومات سنة 10 في أورشليم. ولد سنة 110 قبل الميلاد في بابل، ومات سنة 10 في أورشليم، يعني عاش 120 سنة. كان قائدا دينيا، ده الانسايكلوبيديا بتقول كده، بس بمعنى خادم أو حكيم، بيسموه حكيم صاجي. ليه بقى؟ ممن طوروا كتاب المشنى والتلمود. ايه هو المشنى والتلمود؟ كتاب المشنى جم خافوا على ما يقال انه تعاليم شفهية الرب اعطاها لموسى على الجبل شفهة، هم قالوا كده، بس طلعوا الناس جدعان ومحترمين، قال لك ان لمها وكتبوها في كتاب اسمه المشنى، قال لك احسن تضيع عبر الزمن يعني، يا ريت الارثوذكس يورينا كتاب يقول لك هي دي التعليم اللي المسيح برضو قالها شفهة، مش هيعرفوا يجيبوا كتاب طبعا يعني، او كله كلام ما علينا يعني.
وبعدين ده اسمه كتاب المشنا او المشنا، بعدين التلمود هو تفسير بقى للكلام ده، وهيصه كبيره، وفي حاجه اسمها الجمره، فيها يعني هيصه كبيره قوي. فكان الشخص اللي عنده الحماس يلم الحاجات دي بيسموه حكيم ويجيب الحاجات دي. اسس مدرسه هليل لاقوال حكماء اسرائيل، لم يكن رابي او معلم بصوره رسميه وطبعا ولا كاهن، ولكن شهرته كانت اكثر من معلم اليهود في زمانه، نظرا لحكمته ومجهوداته الكثيره لتجميع تفسير واقوال حكماء اسرائيل عن التوراه، فاصبح الكثيرين يدعونه رابي يعني معلم، بل البعض يلقبه بايه؟ هليل العظيم، هليل جادول بالعبري. ده مدرسه من المدارس المهمه في الايه؟ ممكن نسميها في الفتاوي يعني. المدرسه الثانيه او البيت الثاني بيسموه ايه؟ شماي. ده برضه شماي ده شخص. شماي اتولد سنة 50 قبل الميلاد ومات سنة 30 ميلادية، يعني تقريبا في زمن يعني يعتبر عصر زمن المسيح تقريبا يعني بالكامل، أي عاش 80 سنة. شخصية مهتمة بجمع وتدوين تفسير الربيين برضه في المشنة. شماي أسس مدرسة باسمه وكان معاصرا لهليل. كان هليل عنده 60 سنة لما شماي اتولد، ولكنهما في الأساس مختلفين عن بعضهما كما سنرى لاحقا، ولكنهما لهم نفس المكانة والسمعة. في أغلب المسائل نلاحظ أن مدرسة هليل كانت أكثر تساهلا من مدرسة شماي زي ما هنشوف دلوقتي. ناخد بقى النقطة اللي بعد كده خامسا، نماذج الاختلاف المدرستين دول عن بعض. ناخد نماذج الاختلاف المدرستين عن بعض. واحد، الكذبة البيضاء. الكذبة البيضاء، السؤال يعني في ناس افتت سالت سؤال، هل لو العروسه مش حلوه تقول لها مش حلوه؟ هل يجوز لاحد ان يقول لعروسه غير انها مش جميله يعني؟ مدرسه شماي قالت لك الكذب كذب، مفيش ابيض واسود. مدرسه هليل قالت لا، كل عروسه حلوه في يوم زفافها. ماشي كده؟ كل عروسه حلوه في يوم زفافها، ما تقولهاش انت مش حلو. ماشي كده؟ اثنين. الثانيه دي بقى مهمه قوي، لان ايه؟ هنحط فيها مثل رابع عم نفهمه اكتر. الطلاق، حلو كده؟ مدرسة شماي دي المدرسة الايه؟ المتشددة، تقول انه لا يجوز او لا يحل، لو حبينا نقولها بالتعبير المظبوط يعني، للرجل ان يطلق زوجته الا في حالة ارتكاب عمل جسيم. ما قالش ايه هو العمل الجسيم، لكن يعني غالبا يقصد بيه جايز الزنا، بس ممكن برضه تقول القتل. هو قال لك عملا جسيما وبس وسكت يعني، ساب التقييم بقى العمل الجسيم ده يجي ازاي. مدرسه هليل بقى قالت ممكن اسمع الحته اللي هقولها دي، يحل له ان يطلقها لاي سبب ان شاء الله، حتى وهي بتعمل الاكل اتحرق. انا بجيب الكلام ده على فكره من النت، من الحاجات خاصه بالتلمود يعني، يعني حتى المثل اللي حطيته ده هو المثل المذكور يعني. انا عايز بس ارجعكم بقى هنا الحته، فاكرين لما جم الفريسيين يجربوا المسيح فقالوا له ايه؟ وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟ شفت بقى الفكره جت منين؟ فهنا لما جينا يسالوه يعني كان برضو انت تابع مدرسه هليل ولا مدرسه شماي. انا بس عايز اوصل من الحته دي، انا دلوقتي قلت ثلاث امثله وده الرابع، فلما تقابلك كلمه يحل افهم ان هو هنا بيسال ايه؟ بيطلب فتوى، زي ما قال هل يحل فعل الخير في السبوت؟ صح كده؟ في السبت ما تعملش ولا حاجه. طب هيحل فعل الخير في السبوت؟ تدور بقى في مدارس ممكن تقول لك اه، مدارس بتقول لك لا، وهكذا يعني. ادي حكايه لما اقول بس كده. نقطه ثالثه، احنا خدنا دلوقتي نقطتين في الاختلافات بين المدرستين. في نقطه ثالثه معقده بس جميله، فعايز اقولها لكم يعني، عشان بس نشوف قد ايه كانت المدارس ديت ليها سمعتها، لان كان في اسئله يعني. نمره ثلاثة، اكل الخمير يوم الفصح. الاول نفهم الفصح بيتذبح بين العشاءين في الشهر الاول، في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين، فصح للربلاوين 23. فجت هنا انت بقى قبل يعني بعد المغرب بيتذبح وتاكل، لازم يتشال الخمير من البيت. حلو. طب يتشال امتى؟ وبعدين الناس وهي بتشيله ابتدت تستخسر فعايزه تاكله، فهل يجوز اكل الخمير ولا لا؟ ولغايه امتى؟ نشوف بقى. فعرفنا لقت مشكله ايه؟ واحنا بنطلع الخمير من البيت ينفع ناكله بدل ما نرميه في الزباله؟ قبل ما يجي ميعاد ذبح الفصح، مدرسه شماي قالت ايه بقى؟ دي المدرسه المتشدده.
قالت ممكن وانت بتنظف البيت لو لقيت حاجة خمير وعايز تاكلها ممكن تاكلها مع اكثر يعني اخر حاجة الساعة 12 الظهر تاكل، بعد كده ما ينفعش تاكل. مدرسة هليل قالت لا 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 لا، ممكن لغاية الساعة 3 بعد الظهر، انا بتكلم بتوقيتنا الحالي ماشي كده. اقولها تاني، مدرسة شمال قالت وانت بتنظف وتشيل الخمير من البيت لو لقيت حاجة وعايز تاكلها كلها، بس لازم يكون ماكسيمم الساعة 12 الظهر، ما ينفعش بعد كده، بعد كده تعتبر انت ما يعني ما ينفعش تاكل ايه الفصح. مدرسة هليل اللي هي يعني متساهلة شوية قالت لا مش لغاية الظهر، بعد الظهر لغاية يعني ما يوازي الوقت الساعة 3 بتوقيتنا الحالي. انا حبيت بس اوري ان ايه كان بيظهر معضلات ممكن تقول دينية، وبعدين في ناس لازم تفتي ماشي كده وتقول لك حاجة او تقول رأي، وانت ممكن يعني انت حر، انت ممكن تستفتي قلبك لو انت يعني زي ما هنشوف في الاخر كده ان يعني الحقيقة المؤمن المحترم لازم هو اللي يقدر يحكم في الحاجات دي كلها. بس انا عايز اكد على ان ايه بقى، اولا الفتوى متعلقه بمعضله او تساؤل ديني وليست متعلقه باشخاص، وزي ما قلنا انت ممكن تاخد بالفتوى او ما تاخدش على مزاجك حسب ضميرك يعني. بس ما عايزين بقى نزود عليها حاجه، ومع تراكمتها واختلاف المفسرين اصبحت عبئا ثقيلا على الشعب وضاع الغرض الاساسي من التشريع وسط هذا العبء، وصارت هذه التشريعات بقى اهم من الوصيه نفسها بل أبطلتها. فاكرين السيد المسيح في متى 15، فقد أبطلتم وصية الله بسبب إيه؟ تقليدكم. أنا كنت عايز بس أوصل هنا دلوقتي لحاجة، إحنا كده خلصنا الجزئية الأولانية، إن الحل والربط ده موجود زمن المسيح، كان في حياة اليهودي اليومية ولغاية النهاردة على فكرة، ولغاية النهاردة. حتى بس عشان الوقت مش عايز اقول اقعد اضرب امثله كتير قوي، انا كنت قريت حاجات في الجرايد ان مثلا بسبب الكورونا الستات ما بيقدروش يروحوا يطهروا نفسهم في المجمع اليهودي، طب يتطهروا ازاي؟ وطلع طبعا فتاوي انا قريت عنها، بس يعني مش وقت ان انا اضيع وقتكم في الحته ديت. انا بس عايز اكد ان حكايه الفتاوي ديت او الاراء دي موجوده من قبل المسيح بكتير، وضربت كم مثال دلوقتي 4 امثله ولا 3 أمثلة عن بعض الحاجات اللي كانوا يختلفوا فيها، حتى ايه المدارس كانوا اهم المدارس، مدرسة هليل ومدرسة شماي، لو رحت على النت هتلاقي كلام حلو او كده. طيب نخش بقى على نقطة تانية بقى فيها الفضائح بقى المشابهة لفضائح اليهود، اللي هي بقى ايه نتائج دي النقطة السادسة، نتائج اغتصاب الحل والربط واعتباره سلطانا او اعتباره سلطانا كهنوتيا ليصيروا ليسوا كالله ولكن اعلى من الله. هنشوف دلوقتي الحكايه دي. واحد، هنحط نقطتين، الفساد والكارثه. الفساد الاداري، فساد اداري بحت، ولغايه النهارده الفساد ده، بس انا هجيب لكم بقى فساد قعدت فيه الكنيسه لمده 1000 سنه ما تقدرش تتخيله. فساد ايه؟ بيع المناصب الكنسيه ده سهل، تحليل تعدد الزوجات اصعب حبتين وشويه، اسمع المصيبه اللي جايه، وزواج السراري وقعدت الحال ده اكتر من 1000 سنة. فلما اقول لك احنا كنيسة ال2000 سنة حبيبي، هو مش كنيسة ال2000 سنة بس، هفترض اقول له انتوا عندكم 1000 سنة على الاقل فساد غير طبيعي، فساد غير طبيعي. هنقرا شوية ونشوف حبة حاجات من كده، ركز معايا بقى من فضلك في ايه في التواريخ. نقرا نبص مع بعض تاريخ الكنيسة القبطية للقس مناسة يوحنا، اهو شاهد شاهد من اهلهم، صفحة 377 و378، عن هو كاتب جزء عن البابا الانبا ابراهام. ركز معايا في التواريخ، الانبا ابراهام ده ابن زرعة، ده البابا 62، لان هنشوف بعد منه دلوقتي واحد تاني نمرة 98. البابا ده في القرن العاشر، فاحفظها كده، من القرن العاشر اللي بعدها بالقرن ال17. اسمع بقى الحته ديت وتشوف ان البلوى حتى من قبل كده بكتير. الراجل ده على فكره مات مسموم بسبب الموضوع ده اللي هنقراه دلوقتي. بيقول لك من فضائل هذا البابا ايضا انه اجتهد في مقاومه كل العوائد الذميمه التي كانت متفشيه بين شعبه بسبب اختلاطهم بالغرباء. عايزين يعني يمسحوا الموضوع اللي جاي البلوى دي في المسلمين، قال يعني دول اتعلموا من المسلمين عديها
مش هي دي النقلية الكبيرة، بس بوريك برضو لأنه كاهن من الكنيسة عايز يعني يجد لها يعني تحليل. حل يعني. فألغى، اسمع بقى، أمر بيع الرتب الكهنوتية والمناصب الكنسية التي اضطر للسير عليها بعض البطاركة. يعني إيه ده؟ بعض مش واحد بس. وطبعا ما بيقول لك، بيقول بعض البطاركة أكيد اللي قبله، هو في القرن العاشر يعني، في التاسع، وفي الثامن على فكرة كمان. اللي يقرأ كتير، أنا قريت وصلت كمان للسابع، بيع المناصب إيه للتخلص، ايوه، بعض البطاركه بحجه ايه؟ للتخلص من الغرامات الفادحه التي فرضها عليهم الولاة المسلمين طبعا يعني. وجعل رسامه القصوص وتقليد الوظائف الدينيه من اعماله الخصوصيه، ويحصل على ذلك شيئا معلوما من الشعب. يعني هو خلى الموضوع ده تبع امره هو، وقبل ما يرسم لازم يسال بعض من الشعب. استنى بقى اللي جايه، بل واكبر، دي حتى هو بيقول كده، ومن اعظم اصلاحاته. يعني اللي فات ده قال لك يعني وبيقول لك التي قام بها بكل غيره، يعني راجل كان متحمس جدا. هو بقى هنا اتسم في الموضوع ده، محاربه عاده التسري. التسري يعني ايه؟ يتزوج سريه. فاكرين السراري اللي في ال او انا ليهم برضو تعبير تاني في مصر، بيقول لك المحظيات، محظيه يعني واحده مش مراته بس موجوده برضو من اجل العلاقات الجنسيه، وممكن يهديها لصاحبه وحاجات زي كده. محاربه عاده التسري التي انتشرت بين الاقباط انتشارا هائلا، شوش حالتهم الداخليه ولا سيما الموظفين منهم في مصالح الحكومه، وذلك بينما كانوا يعني كانوا متمتعين بالراحة والرفاهية في ظل الدولة الفاطمية، متقلدين المناصب الرفيعة ولهم الكلمة النافذة في دواوين الحكومة، ناسين الأتعاب والمصائب التي كانت تتوالى عليهم. فكثر، اسمع الحتة جاية، تهافتهم على السراري، فكان الواحد منهم يجلب إلى بيته أعدادا منهن بدون عقد شرعي، مما يتنافى، بيقول لك يتنافى وروح الكتاب. يا سلام، ده يتنافى وروح الكتاب ولا ده نصوص؟ شايف برضو، لانه كاهن من جوه الكنيسه عايز يعني يلين الحكايه شويه. ولم يجدوا، اسمع اللي جاي بقى، من يعارضهم او ينكرها عليهم لاهتمام البطاركه بجمع الغرامات. الخص عشان الوقت، كانت هيصه يابا، هيصه، اي واحد واحده تحلو في عينه يجيبها البيت بدون عقد شرعي حتى. بس خلص على كده. ده بقى في القرن العاشر هو بيتكلم، لان الحاجات دي انتشرت قوي على فكره. بقى هو مره، بس انا ما يعني مش عايز اضيع فيها وقت، في واحد من اعيان البلد وراجل مهم في الدوله، الانبا برقام ده، راح منعه من التناول، قال له لازم تمشي الست اللي عندك، راح الراجل سمه وموته. خلصت على كده طبعا. ان ما بيقولوش بقى ان هو اتسم ومات، بيقول لك ده تناي عدي دلوقتي يعني. بس انا قريت في كتب تاريخ كده. نقولها تاني القصه يعني بسرعه كده، كانوا شغالين في يعني زنا، مش زنا وبس يعني، افترى، ماشي كده. ده كده قرن عاشر، وطبعا فهمنا ان القصه يعني تمشي كمان قبل القرن العاشر، لان ده كان في القرن العاشر بيصلح اللي كان قبل كده. انا قريت قبل كده، فقعدوا حوالي 1000 سنه 1100 سنه. خش بقى على ثاني في نفس الكتاب، صفحه 467، الانبا مرقس، ده الانبا مرقس الخامس، البطرك بقى 98. باختصار شديد قوي ده ايه؟ في القرن كام؟ 1602، يعني في القرن اوائل القرن ال 17. ماشي كده؟ ما شاء الله، ما شاء الله. خد بالك كان عاشر، احنا 17 دلوقتي، يعني 700 سنه، والانبا ابرام كان بيصلح من اللي قبله. صدقني 1000 سنه، هو 1000 وشويه كمان، انا هفترض 1000 سنه كده، ها؟ 1000 سنه كانت البلاوي. طبعا مش كل البطاركه كانوا بيعملوا كده، لكن اللي كان بيغمض عينه، اللي كان بياخد فلوس، اللي كان بيقاوم بس كان بيتسم، لكن يعني ما كانوش قادرين يلموا الموضوع. بيقول لك ايه بقى عن الانبا مرقس ده؟ في ايامه، انا بقرا من الجزء الثاني عشان الوقت، في ايامه سرت بين الاقباط عاده اتخاذ زوجات غير شرعيات على طرق مختلفه. يا سلام، ده في ايامه. طب واللي قبله؟ طب ما الانبا ابرام اهو، شاف اون اوف اون اوف، لا سيما بين نصارى جهة الريدينية. حتى قام مطران دمياط ما شاء الله عليه وجاهر بأن تعدد الزوجات غير مسموح في الإنجيل، غير ممنوع في الإنجيل، سوري أنا قريتها غلط، أن تعدد الزوجات غير ممنوع في الإنجيل. ولما لاحظ البابا مرقس ذلك
أصدر منشورا يحرم فيه تعدد الزوجات وحرم المطران الذي علم به. فاتفق المطران هو وبعض الأقباط الذين يشغلون مراكز خطيرة في الحكومة زي ما قرينا من 600 سنة فاتت على الإيقاع بالبطريرك، فشكوه لجعفر باشا الحاكم المسلم، فرآها فرصة مناسبة لإذلال شأن الأقباط، فدعا البابا مرقس وأمر بضربه حتى أشرف على الموت وعزله من منصبه وحبسه في برج في الإسكندرية أو في برج الإسكندرية. أما المطران وحزبه فخدعوا راهبا من البياضية وأقاموه بطريركا، فصرح لهم بالطلاق، حلوا بركة يا حبيبي التانية، وبتعدد الزوجات وديها. ما هو كان المطران قال لك ايه، تعدد الزوجات مش ممنوع، عايز زوجه تانيه نو بروبلم، عايز الأمة الجماعه اللي فوق البيعه نو بروبلم، ماشي ما احنا فقدنا السلطان بقى. وبعد وقت قصير احتاج مسيحيو القاهره والصعيد وقام رهط منهم الى الوالي واقنعوه برد البطريرك المسجون الى مرتبته، فرده وخضع كل حزب لبطريركه. ما شاء الله، يعني في الفتره دي كان في كام بطرك؟ اتنين. واحد بيقول لك لو عايز يعني بقى انت بقى تروح بقى على مزاجك بقى، عايز تتجوز واحده تانية تروح لده، عايز تجيب لك واحده من اللي فوق البيعه تروح لده كده يعني. الى ان ضعف حزب الراهب وانحلت عراه، فمضى الى بستان وجعل يعمل فيه حتى وفاه القدر المحتوم، واستقل البابا مرقس حتى تنيح في سنه 1613، كانت مدته 11 ايه سنه. السؤال بقى الجميل دلوقتي، الكلام ده مش لغايه دلوقتي، ايوه لغايه النهارده جاز، مش بالفجاجه دي لكن موجود. هقول لكم قصه في ناس اكيد عارفاها، وانا مش هقول الاسم يعني، بس الحاجه على النت يعني، شخصيه مشهوره جدا في عالم الفن، خلاص كده، من الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، تزوجت طبعا من قبطي ارثوذكسي في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، عايزين يتطلقوا طبعا مفيش طلاق، فعملت ايه؟ راحت سايبه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه وراحت على طائفه ثانيه، مش ديانه ثانيه، طائفه ثانيه. لما بتروح على طائفه ثانيه ممكن تطبق الشريعه الاسلاميه، راحت مطبقه الشريعه الاسلاميه، خلعت جوزها. وبعدين راحت راجعه ثاني للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، خلعته معاها حكم مدني ان هي متطلقه مدني. الحقيقه حتى الكنيسه ما بتؤمنش بالطلاق المدني او باحكام الكنيسه المدنيه، بتقول لك لازم تطلق جوه الكنيسه. رجعت تاني الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، عايزه ايه؟ عايزه حل. مين بقى يديها الحل؟ دي مش اي واحد يفتي فيها. فتى فيها اكبر راس ساعتها. الكلام ده في اوائل القرن الحادي والعشرين، سنه 2008 و2009. طبعا ما ينفعش الانبا بولا يخلص الموضوع ده، لازم. فخلصوا لها وقالت لي خلصوا لي بمعجزه. كفاية كده. فموجود. جاز مش بالفجاجة دي قوي لكن موجود. حكاية بقى بيع المناصب الكنسية دي مش محتاجة بيع دي، حتى لو ليك معارف. ماشي كده، في الفساد موجود موجود. الكارثة بقى ان هم دلوقتي بيظنوا او تصرفاتهم بتأكد ان هم بيتخطوا ربنا نفسه. تعال احنا نتفرج على فيديو بيشرح فيه الانبا أباكير سلطان الحل والربط، والقصة يعني اللي تأكد لك انك انت بجرة ألم المسيح بنفسه. تبارك اسمه وحشاه، ما يقدرش يعني يلغي لك القرار ده اللي انت اتخذته. نبص ونرجع تاني. صلاحيين في ترجمه تعريف ابونا اشعيا الخليل الكتاب ده. القصه دي انا قريتها وحطيت عليها 100 علامه استفهام. قلت ايه ده؟ بس القصه دي ما قلتهاش للناس، قلتها لكم انتوا الفلكيين بس. كان الانبا شنودة رئيس المتوحدين ده قديس بيظهر له المسيح. واحد من الأساقفة أظن بتاع حد الصعيد كان رايح يقابل أحد الهرقة في بدعة، فعايز الأنبا شنودة رئيس المتوحدين يجي يحضر معاه يرد عليه. فالمركب جت تحت وكان الأنبا شنودة قلبت فوق في الجبل، فتلميذ الأسقف طلع من فوق خبط على الأنبا شنودة قال له سيدنا الأنبا فلان أظن بتاع ملاجة مش فاكر حاجة في الصعيد يعني، عايزك تحت عشان الموضوع مهم. فالأنبا شنودة كان عنده مين فقلبته؟ سيد المسيح ظهر معاه بعد معاه، فقال له معلش مش فاضي. فنزل للاسقف تحت قال له بيقول لك مش فاضي. قال له مش فاضي ده ايه؟ قول له سيدنا بيقول لك يعني انت راهب متوحد يعني راهب رتبة راهب برضه يعني رتبة راهب انت راهب. حتى يعني اقل من كده يعني. قول له انزل انا عايز موضوع مهم.
فطلع له تاني. طبعا المسيح معاه قال له معلش مش فاضي، راح نزل له تاني. كررت الحكايه 3 مرات في الاسقف تحت، راح مشدود قال له قوله بيقول لك ان ما جاش محروم. يعني ايه ده؟ فراح المسيح قال للان بشنوده، قال له يا حبيبي شنوده لا احب ان اكون محروم منك في ملكوت السماوات لان سلطان الحلو والربط الذي اعطيته لتلاميذي على الارض. انزل دلوقتي روح واوعدك لما ترجع هرجع لك تاني. شفت بقى نمره واحد امور شخصيه. اللي بس عايز اعلق حبه حاجات كده، تصور ان هو وصل بيهم الحماقه، وصل بيهم الكبرياء، ان الوقت يقول لك ان المسيح نفسه تبارك اسمه خاف ان لو الاسقف قال له محروم بس كده بدون اي غرض، يعني لو قال له محروم فالاخ ده او الراهب ده او الانبا شنود رئيس المتوحدين نفسه حسب القصه يعني هيتاخد ويبقى مصيره فين؟ في جهنم النار وبئس المصير. والمسيح يا حبيبي ولا يقدر يشوفه ليه؟ اللي اتحرم، ومين اللي حرمه؟ الاسقف حرمه وانا ما اقدرش اعمل حاجه. ارجع واقول فاكرين الحته الاولانيه؟ الشيطان كان عايز ايه؟ يبقى زي ربنا، ده بل طلب من المسيح نفسه يسجد له كانه بقى اعلى من ربنا. هم دول دلوقتي بيظنوا كده، اصبح دلوقتي سلطان الحته والربط بتاعهم عباره عن ايه؟ ان يكسر اي حاجه في الانجيل. اما هو اصلا معناه ايه الحل والربط ده في تصورهم هم يعني؟ فمعناه ايه؟ ان يتخطى القانون، يكسر القانون. فده اللي بيحصل دلوقتي. فهو بيقول زائد بقى طبعا هم اتخذوه ان هم مش اصبح لامور شخصيه وحاجات كده هبله وعبيطه. انا خايف من الوقت، لكن دلوقتي اديك اتمنى يعني تكون انت قادر ايه يعني تشوف ان اصبح دلوقتي اي واحد طايش يقول اي كلمه، سوري في التعبير، تتنفذ الواحد محرج اقول الكلام غصبا عن عين التخين بما فيهم من مش قادر يعني، حاجه تحرج يعني. بس تخيل هم وصلوا الى هذا، عارف ليه بقى؟ الشيطان ركبهم، مش تصيران كالله ده بقى كمان، هم قرارهم ربنا نفسه ما يقدرش يوفرتيرن، يقدرش يغيره. عارفين في محكمة ابتدائية تطلع حكم، وممكن محكمة الاستئناف تلغي الحكم هم، وبعدين ممكن تحطه في دار القضاء العالي او السوبريم كورت او المحكمة العليا، ممكن تعمل اللي عايزاه، وبعد ده مفيش حد يقدر يغير القانون. هم تصوروا اي واحد طايش لابس عمة سودة لما يقول كلمة اصبحت خلاص حتى ربنا نفسه ما يقدرش يغيرها. شفتوا الطياشة والكبرياء والايه وصل لغاية فين؟ سابعا واخر نقطة، ما موقف المؤمن الحقيقي من الحل والربط؟ اخويا واختي انتبه اللي هقوله لك ده، بالنسبة للاكل والصوم والكلام دوت، فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة هلال او عيد او سبت. كولوسي 2:16-17. بالنسبة للتناول، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه. ليمتحن الإنسان نفسه، مش حد تاني اللي يحكم عليك ما تتناولش ولا تتناول. وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. وبالإجمال بقى، وأما الروحي فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. طبعا بتبقى عايز نمو روحي، عندك الإنجيل. ممكن تاخد رأي واحد، شخصية روحية تثق فيها، أيوة، بس شخص تكون انت واثق فيه وبتاخد رايه وعلى مزاجك، عجبك عجبك، ما عجبكش ما عجبكش، انت مش ملزم انك انت تاخد حاجه ثانيه. ملخص الحلقه، الحل والربط قديم جدا، ما هوش حاجه جديده زي ما هم متخيلين، وسلطان وحاجات زي كده، لا ده الكلام ده كله كذب. 2، سراق الكهنوت جعلوا من الحل والربط سلطانا ليكسروا به الكتاب المقدس نفسه، بل وصلت بهم الحماقه انهم ظنوا ان الله تبارك اسمه نفسه غير قادر على تغيير ما يصدرونه من احكام طائشه لخدمة أغراض شخصية. نمرة 3، لا ننسى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقى تم حرمانها، ما هو بيحرموا بعض بقى في مجمع خلقودونيا، وحتى لو قيل أنه حكم طائش مش مهم بقى، فما زال قائما لأن الأغلبية قررت حرمانها، وبالتالي بحسب طقوسكم يعني، فأفرادها محرومين من ملكوت السماوات بحسب طقوسكم. حرموك، حرموا البطرك بتاعكم وما يليه. خلصت القصة على كده. نتأنى الرب مجيء وهنتقابل في حلقة تانية. ما تنسوش تصلوا من أجل القناة وتشتركوا في القناة وشاركوا آخرين بالحلقات. سلام يا رب يكون معكم.